القضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. لا حلول في الأفق للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في أروقة فيفا. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رفض سحب طلبه بتجميد عضوية إسرائيل بإعاز رئاسي. رئيس الاتحاد جبريل رجوب رد خائبا مسعى السويسري جوزيف بلاتر في مؤتمر صحفي مشترك. رجوب أكد التمسك باقتراح التصويت على أجندة الكونغرس لتبيان الأمور على حقيقتها. اللواء نفى إمكانية حصول أي تسوية فيما يتعلق بحرية حركة رياضيي فلسطين ومسؤوليها. وسبق المؤتمر لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاءت نتيجته مخزية. رئيس فيفا اكتفى أمس بالدعوة إلى لقاء ودي يجمع المنتخبين الإسرائيلي والفلسطيني في زيوريخ. وكان بلاتر عقب لقائه نظيره الإسرائيلي في مستهل زيارته الأراضي المحتلة دعا إلى تخفيف التوتر بين الطرفين وإلى تجاهل المضايقات الإسرائيلية للرياضيين الفلسطينيين. مع خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وتوالي الخسارات المحلية، بدأت تنكشف بعض المشاكل في صفوف النادي البافاري. الخلاف القديم بين قلب الدفاع جيروم بواتينغ والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عاد إلى الواجهة من جديد. ولأول مرة منذ انتقال ليفاندوفسكي من دورتموند إلى بايرن دخل اللاعبان في شجار بسبب تداخل عنيف من بواتينغ. ونشرت وسائل الإعلام الألمانية مشاهد للواقعة أثناء التدريب، وقد تدخل قائد الفريق فيليب لام ورافينيا ومهدي بن عطية لاحتواء المشاجرة اللفظية، كما طرد مدرب الفريق بيب غوارديولا اللاعبين إلى غرف الملابس. لاتسيو عقبة في طريق يوفنتوس نحو الثلاثية الحلم. رجال تورينو يحلون ضيوفا على أبناء العاصمة في نهائي كأس إيطاليا، وعينهم على كأس تفتقدها الخزائن منذ عقدين. حذر وشراسة وترقب، عناوين تطبع مواجهة أولمبيكو. الثلاثية التاريخية تراود السيدة العجوزة. المهمة الأولى أنجزت وأحرز يوفنتوس لقب الدوري، وبقي أمامه عقبتان ضخمتان لتحقيق الحلم. كأس إيطاليا المحطة الثانية للبيانكونيري الساعي إلى إحراز اللقب الأول في المسابقة منذ عقدين، والخصم لاتسيو يتطلع لاستعادة اللقب بعدما فقده الموسم الماضي أمام نابولي. الملعب الأولمبي في روما يحتضن المباراة النهائية التي تغير توقيتها إفساحا بالمجال لليوفي للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة. مدرب اليوفي ماسيميليانو أليجري يفتقد خدمات كلاوديو ماركيزيو والمهاجم ألفارو موراتا بداعي الإيقاف، لكنه سيستعيد كامل النجوم الذين أراحهم خلال الفوز على أنتر ميلانو بالدوري. الفوز بكأس إيطاليا خير إعداد لملاقاة برشلونة في نهائي دوري الأبطال. المباراة ضد لاتسيو ستكون صعبة وتمثل تحديا خاصا لنا. لن نتنازل عن حسم اللقب لصالحنا قبل مواجهة برشلونة للانتقال إلى برلين بمعنويات عالية. لاتسيو يمني النفس بعدم الخروج خالي الوفاض بعد موسم مميز، إذ ينافس على مركز الوصيف في سيريا لبلوغ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. المدرب ستيفانو بيولي امتعض من تقديم موعد اللقاء، لكنه أبدى جاهزيته لتحقيق أول فوز له كمدرب في 9 مواجهات مع السيدة العجوز. بيولي سيعول على الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزي إلى جانب البرازيلي فيليبي أندرسون هجوميا، لكنه يفتقد لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا للإصابة. نستحق اللعب في النهائي ومواجهة الفريق الأفضل في إيطاليا. نحتاج إلى خوض مباراة مثالية. سنلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنقدم كل ما لدينا. يوفنتوس فريق قوي جدا، لكنني متأكد من قدرتنا على النجاح ورفع الكأس. ينبغي أن نكون شرسين في المواجهات الثنائية الفردية. النسر الأزرق سيكون في أسبوع حاسم، فضلا عن نهائي الكأس سيكون أمامه مباراة مصرية السبت المقبل ضد غريمه روما في ديربي العاصمة للظفر بالمركز الثاني. 50 شخصا في قبضة الشرطة الإيطالية في فصل جديد من مسلسل تلاعب بنتائج مباريات دوري درجتين الثالثة والرابعة. بتوجيهات من الادعاء العام، دهمت الشرطة مدنا جنوبية عدة وأوقفت رؤساء أندية ومدربين ولاعبين من 10 مناطق. وأشارت وسائل الإعلام إلى تورط نحو 80 شخصا في هذه الفضيحة الجديدة المتعلقة بالتلاعب بنتائج عشرات المباريات بعضها في هذا الموسم. مصدر قضائي لمح إلى الاعتقاد بوجود صلات مع جماعات مافيا التلاعب محليا وأخرى في صربيا وسلوفينيا ومالطا وألبانيا.
المزيد من ردود الفعل الغاضبة تسجلها حادثة اعتداء الشرطة البرتغالية على مشجع بنفيكا أمام نظيري والده ونجله. احتضان العناصر الأمنيين للطفل المذعور لم يشفع لهم من تهكم جمهور بطل الدوري، ما استدعى تحرك القضاء. تفاديا للفضيحة، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع الشرطي الذي ظهر وهو يعتدي بالضرب على الرجل. بهدف يتيم فاز إمالك الإكوادوري على ضيفه تايجرز المكسيكي في ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس. إمالك عانق الشباك في الدقيقة 63 برأسية ميلر بولانوس، ويستضيف التايجرز لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل. وجاء تأهل إمالك إلى دور الثمانية بعد إقصائه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بمجموع هدفين لواحد. عربيا، لم يرضى القادسي الكويتي بالخروج من دون لقب هذا الموسم، فتوج بطلا لكأس الأمير على حساب السالمية بهدف واحد. هدف سعود المحمد من ركلة جزاء أعاد إلى الأصفر نغمة البطولات. معاناته في الموسم الحالي أرغمته على التنازل عن لقب الدوري وأبعدته عن كأس ولي العهد، ويعد هذا اللقب 16 للقادسية في الكأس، متفوقا على غريمه الكويت بفارق لقب واحد. كأس لبنان شمالية الهوى للعام الثاني على التوالي. طرابلس أعاد بل عاد من الجنوب إلى المدينة الفيحاء بإنجاز تاريخي، والنجم أنهى موسمه خالي الوفاض. علي خليفة. خلع طرابلس ثوب الحزن على مدينة أثقلتها الخطاط الأمنية وشوهت صورة عاصمة الشمال في الأعوام الماضية. اليوم ارتدى الطرابلسيون ثوبا ذهبيا تكلل بانتصار مدون على النجم بطل لبنان في نهائي الكأس. لكل مجتهد نصيب، نحن اجتهدنا، نحن مثل طائر الفينيق قمنا من ظروف صعبة كتير، ناضلنا، آمنا بحظوظنا، آمنا بقدراتنا. قطع أبناء الشمال 130 كيلومترا وعادوا أدراجهم بكأس زينت المدينة القابعة على البحر المتوسط للمرة الأولى في تاريخها. بالشمال عامة لما صغرت سلام صغرت أخذ الكأس، في ناس ما كانت يمكن سامعة كرة القدم صارت تهتم، وإن شاء الله بالبقع بيكون هيك وبالجنوب. رجال المدرب الفلسطيني إسماعيل قرطام بلغوا سن الرشد الكروي، استفادوا من خسارتهم نهائي الكأس في الموسم الماضي أمام جارهم السلام زغرتا، وقطفوا ثمار تعب موسم طويل تكلل أيضا باحتلال المركز الرابع في الدوري. أنا سعيد لأجل مدينة طرابلس، أحرزت لقبا في أول موسم لي في لبنان، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق. أنا لابس كأس طرابلس، لازم ألعب مدينة طرابلس، وفترة لعبي مع النجمة ولا مرة حرصت كأس لبنان، وكانت هذه أول كأس لبنان بأحرزه. وللعام الثاني على التوالي تناط مهمة تمثيل لبنان في البطولة الآسيوية بأحد فرق الشمال. باتت المسؤولية أكبر على عاتق النادي الطرابلسي لرفع اسم المدينة عاليا في المحافل الآسيوية. طبعا جمهورنا حمس الآسيا، ونكون نقدم يعني مستوى بإذن الله بيليق بنادي طرابلس. لازم مثل ما حكينا من الأول نشتغل على أنديتنا وفرقنا. هدف الغاني مايكل هيلكبي ووليد فتوح أطبق صمتا كبيرا على المدرجات النبيذية التي احتشد خلف أسوار ملعبها ما يقارب 5000 متفرج. تحدى عشاق النجم ارتفاع درجات الحرارة وهتفوا لمعشوقتهم طويلا قبل أن يصبوا جام غضبهم على إدارة الفريق وبعض اللاعبين فور إطلاق الحكم القبرصي ديمتريس ماسيس صفارة النهاية. من بوابة الجنوب حمل الطرابلسيون الكأس إلى عاصمة الشمال، وخرج النجم خالي الوفاض هذا الموسم. علي خليفة، ملعب صيدا البلدي، جنوب لبنان، الميادين. ما عجز عنه العرب واقعيا حققه فتى سعودي افتراضيا. عبد العزيز الشهري أحرز كأس العالم التفاعلية
على الأراضي الألمانية. الشهري اكتسح الفرنسي جوليان داسونفيل بثلاثية في المباراة النهائية، بات المصنف رابعا على العالم أول لاعب عربي يتوج بميدالية ذهبية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم. رئيس فيفا جوزيف بلاتر أرسل برقية تهنئة إلى البطل السعودي وأثنى على إنجازه المميز. في الـ NBA قلب جولدن ستيت ووريرز تأخره ب 16 نقطة في الربع الثاني إلى فوز بفارق 4 نقاط أمام هيوستن روكيتس. أولى مباريات نهائي المنطقة الغربية شهدت تألق ستيفن كوري الذي أنهى اللقاء مع 34 نقطة. أفضل لاعب في الدوري المنتظم تفوق على مطارده جيمس هاردن. نجم هيوستن فشل في ترجيح الكفة لمصلحة فريقه برغم تسجيله 28 نقطة و11 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وخسر روكيتس جهود لاعب به دويت هاورد إصابة في الركبة وسط شكوك في إمكانية حضوره اللقاء الثاني، وتعد هذه الخسارة الخامسة لهيوستن أمام جولدن ستيت هذا الموسم مقابل أي فوز. بتهمة تعاطي الكوكايين أوقف الاتحاد الدولي للسباحة لاعب كرة الماء الصربي نيكولا راديين. الوكالة الصربية لمكافحة المنشطات كشفت تعاطي ابن 30 عاما المادة المحظورة خلال مباراة إسبانيا قبل شهرين بالدوري العالمي، ومن المقرر أن يتم حرمان لاعب أولمبياكوس اليوناني من المشاركة في المنافسات الدولية لأربعة أعوام مقبلة. صدور القرار سيصعب المهمة أمام صربيا في بطولة العالم المقررة هذا الصيف في روسيا وأولمبياد ريو دي جانيرو الصيف التالي. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.